صاروا مفرجين كذا واحد والله. السؤال رقم 3، ما هو لون زهرة الخزامة؟ أصفر، أحمر، أم بنفسجي؟ وأمس أعلنت السعودية أنه راح تستقبل زوارها بسجاد بلون الخزامة، لأنه من 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 البيئة السعودية، وحدث أنه أول استقبال كان أمس على سجادة لونها بنفسجي. الجواب هو بنفسجي. أعطونا الجواب. كله صح، كله صح، كله صح. طيب السؤال رقم 4، كلمة إيطالية تستعمل عالميا للتهنئة أو التشجيع، ما هي؟ كان يستعملها حبيبنا راغب علامة كتير بأرب آيدل. برافو، غراتشي، ولا تشاو؟ بلا تشاو، بلا تشاو. شو بقول الكلمة الإيطالية يعني للتهنئة والتشجيع يا مسلم؟ بدر، سالم، سالم، جاوب يا سالم. الكل جاوب طبعا، الكلمة هي برافو طبعا. والجواب، مين جواب غلط؟ كله جواب صح، برافو برافو. سؤال رقم 5، هلا بس رحاب اللي ما عندها فلوس، رحاب ودينا والله ما عندهم فلوس، واندري ما عنده فلوس، هلا من بركي بنعطيهم سؤال صعب لهدون بنرجع الباقيين كمان. في اي بلد يوجد مطار هيثرو؟ سهله، بفرنسا، بايطاليا، ولا ببريطانيا؟ مطار هيثرو، شكله كمان زوجة الحنان هو اللي سافر، حنان ما سافرت. ايوه هو مبين، انا عرفان يا مسلم، اخذ فيزا ورحت على وين رحت؟ دانا ابو لبن عم بتقلي انه مسلم جاوب غلط، شو جاوبت يا مسلم؟ ايطاليا. اه ايطاليا. معقول في يومنشيني هذاك ولا في ايطاليا بروما؟ معلومات كانت خطا. ما رحت شي مره، سافرت خارج العراق ولا ما سافرت؟ لا. سافرت بس ما رحت ايطاليا. وين رحت؟ تركيا. ايه وبعدين بس خلاص. ها طيب، مطار ان شاء الله بتقطع، في مطارين بلندن، هيثرو وستانستيد. اذا مطار هيثرو هو في لندن في بريطانيا. ومين جاوب؟ مسلم جاوب غلط، وخالد جاوب غلط. ليش يا خالد؟ خالد ليش عم بيقولوا ما جاوبت؟ ليه؟ وانا حطيته على بريطانيا. إيه؟ لا انا حطيته على بريطانيا يعني. يبدو علق شو اسمه، علق او جاوبت بعد الوقت. ليش؟ والله انا حطيته، معلش. هلا نحن صار عندنا بس 4 موجودين، بعد شوي اذا فرزوا بنرجع كلياتنا للعبه. ماشي يا خالد؟ والدي الله يرحمه كان اسمه خالد، فانا بحبك وان شاء الله ناوي اساعدك. يلا عنا هلا مين ضل عنا؟ عنا سالم وبدر وحنان وسلامه، الاربعه بقيوا وثمانية تفرزوا. هل رح يكملوا الكل ولا حيتفرزوا الباقيين؟ الجواب بعد الفاصل.